مرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعي قناة تلفزيون الجزائري. بعد الزيارة والتحويسة اللي قادتنا لولاية تمن راست، لازم نذوقوا كما العادة طبق من أطباق هذه المدينة. واليوم راهي معايا الشاف ولا نقولوا المعروفة هنا بالأطباق التقليدية حليمة. واش راكي؟ راكي بخير؟ لاباس. صحة؟ الحمد لله. كيفاش راهم ياسطا من راست؟ والله ما شاء الله. آه. خيرتيني هذه البلاصة الشابة اليوم، جبتي لنا باش نديروا واحد من الأطباق المعروفة. هي العصيدة، يسموها بالترقية ترويت. واش هي؟ اه العصيده. العصيده. واش هي هذه العصيده بالتحديد؟ واش فيها؟ هي كتشيشه ولا؟ هذه العصيده عباره عن حوايج مخلطه، مثلا فيها العدس، فيها القمح والشعير والجلبانه اليابسه. والعدس؟ قلتها العدس. العدس قلتي؟ ايوه. ياك والشعير وخلاص. طحنيهم كاع مع بعض؟ يطحنوا مع بعض ويديروا هذه اللي هي. والعصيده هذه تشيرها واجده ولا انتم ديروها تقليديه؟ احنا نديروها تقليديه. مازال ديروها تقليديه الان؟ اي لحد الان. الله يبارك. وهذه هي العصيده. هذه هي. هذه هي العصيده. هذه هي العصيده اللي فيها كامل هذه المكونات وكلها طبيعيه. كاع طبيعيه. وهي مجموعه من البقوليات. وفيها فوائد كبيره بزاف. وفيها ريحه خاصه تقريبا، حتى ريحتها. وهي عباره عن تولي من بعد تولي كيما الحريره هي ولا الشوربه. والو. تكون عصيده يعني تكون السمك نتاعها يكون قاسي شويه. قاسي شويه وتاكلها مباشره. وتاكلها بلاصوص مرقة ولا تاكلها بالحليب. هي بالحليب. حنا راح دير لنا نشوف الخضره ونشوف حتى اللحم هنايا، معناتها راح ديرها لنا بالمرقة. بالمرقة ان شاء الله. يلا واش حاجه الاولى نبداو بها نتحضروا؟ نبداو البصله اولا. صحه. ما فيهاش بزاف مكونات حليمه. ما فيهاش بزاف. حاجه بسيطه برك. اها. العلاج البنة ومام حتى القدر تقليدي لك جايبتها معك. كل شيء تقليدي إن شاء الله. والمكان الجميل أنا فيه عرفت وافد كبير للسواح هنايا. تاغمارت. على تاغمارت على طول السنة. مكان رائع. فيه الهدوء. صح فيه الهدوء والسكينة. بسم الله. الزيت. شوية زيت. صحة. واش عندنا هنا مكونات قبل ما ديريهم؟ هادو مكونات، كاين هنا قصبر وكمون وفلفل كحل شويه برك وهذه الملح والثوم. والثوم ماشي بزاف، شويه برك. مكونات سهله وبسيطه وتقدر ديرها في برا في الصحراء عادي. والثوم. والثوم مادام رانا في الصحراء نديروها هكا غيدوب. نديروها بسيطه. نديروها بسيطه. صح. اعطيني اللحم هذا. نعطيك اللحم. اول اللحم تاعنا. أول اللحم. بسم الله. وهنا ديري فيها الماء ولا ما تجيش فيها الماء؟ ديروا فيها الماء. صح. هذا تعيطوا له المنصب ولا كيف؟ المنصب. هذا. المنصب، المنصب هو اللي يحطوا فوقه الطاجين تاع الطياب ولا القلة. القدرة. القدرة، القدرة كيما نقول. ونحطوها على النار طيب. نديوها على النار طيب؟ إيه. بيك. نرفد عليك، خلي نرفد عليك. بسم الله. ها هي واجدة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هكذا مليحة ولا نطلعها شوية؟ يا الله. أي والله. طيح. هكذا. صافي. هكذا نخلوها تطيب. خلاص هي. صحة. هذه هو الطاجين تاعنا اللي حيطيب ولا نقولوا المرقة. هذه العصيدة هي الأساس في الطبق هذا. هذه هي الأساس. العصيدة هذه كيفاش من بعد ترافق هذا؟ هذا يقدر الإنسان يستغنى عليه. كما هذه لاصوص تقدر تستغنى عليه. صح. إذا كان طيبت هذه وحدها تقدر ديرها مع الحليب ولا مع الدهن العربي. صح. ياك وتاكلها نورمال. ولا ومع المرقة كيفاش نديروها؟ مع المرقة كي طيب هذه خلاص نحطوها في طبسي. صبوا عليها المرقة. هذه ديرها مع الماء ولا طيبيها مع الماء وحدها وبعد تخلطيها؟ هذه الطريقة نتاعها طيب هكا. شوف دير الماء يغلي ياك. صح. من بعد تصبها هكا تخليها كشغل كتلة. ما تخلطهاش. ما تخلطها ما تخليها كتلة. تخليها كتلة. مدة نص ساعة حتى تطيب ومن بعد تجيب خلاط تخلطها. تخلطها. وخلاص. وخلاص تزيدي عليها من بعد المرقة. نديروا عليها المرقة نتاعها. صح. قبل ما نروحوا نشوفوا الطبق تاعنا تقريبا هذا راه يوجد. احكي لي شوية على التقاليد تاعكم هنا في المنطقة تاع تمن راس، واش الاطباق اللي ديروهم المعروفين هنا عندكم مثلا؟ عندنا بزاف اطباق تمن راس، مثلا الكسره تاع الملا تاقلا، وعندنا الخبز والطعام والمردود وياسر حوايج.
المردود، المردود هو الطعام تقريبا. والو الطعام يجي رقيق والمردود يجي خشين شويه. وكما الاطباق التقليديه هذه كاين بالمقابل ثاني كاين واحد الاطباق اللي هي شعبيه بصح حلويات تقريبا كما نقولوا احنا، تندار في العشويه مع القهوه مع لاتاي. واش عندكم كامل هنا؟ احنا عندنا هنا كاين ساعات يديروا، زعما ما عندناش حلويات خاصه بالمنطقه ياك. بصح واش هما اللي ديروهم اللي يمشوا مع القهوه ولا يمشوا مع القهوه؟ كيما نديروا الرفيس. الرفيس الرفيس ونديروا طمينه. ايه طمينه. طمينه واش هي؟ طمينه نديروها كيما هاد الحوايج، ولكن ما فيهاش العدس، فيها غير القمح. صح القمح والشعير، نقلوهم وندير لهم العسل وندير لهم الدهان. والطمينه تاكلها بالمغرف بالطبسي ماشي كيما المعكره هي. والو والو ماشي هكذا، تاكلها بالمغرف. بالمغرف اطباق شعبيه مختلفه وحتى طريقه التحضير مختلفه نوعا ما. احنا هذا الطبق تاعنا شحال يبقى يوجد المرقه تاعنا؟ هذا توجد ان شاء الله ساعه تكون واجده. احنا على بالك ما نجموش نصبروا ساعه تقريبا. نخلوه يطيب في غرضه انا وحليمه. ايوه نخلوه يطيب وحنا نحضروا المائده تاعنا. نشوف هذا الطبق تاعنا اليوم اللي اختاريناه لكم، اختارته حليمه اللي يعتبر واحد من الاطباق المعروفه هنا في المنطقه ويديروه بزاف والرئيسيه. طبق رئيسي. طبق رئيسي. علاش رئيسي؟ اكدتي رئيسي. خاطر يشبع اولا. يشبع؟ يشبع وفيه ياسر فوائد. والعائلات هنا في تمن راس كامل يديروه؟ تقريبا. كامل لا؟ تقريبا. تقريبا. ساعه قبل ما نروحوا فاصل، انا عجبني بزاف اللباس تاع حليمه، لباس تقليدي، انا ماش لابس لباس تقليدي باستثناء هذا الشاش. واش هي اللبسه هذه واسمها اللي لبستها حليمه؟ هذه تسغنس. ايوه هذه تسغنس يسموها الغايره. الغايره. الغايره بمعنى الغايره اللي نعرفوها ولا معنى واحد اخر؟ كيما اللي تعرفوها. وحتى الالوان اللي اختاريتيهم الالوان باهيه وجميله. ما شاء الله. حليمه الله يعطيك الصحه. شكرا. على التقديم هذا وعلى الجوله مع الطبق هذا وكذلك مع الرحله في عادات وتقاليد اهلنا وناسنا في تمن راست. مشاهدينا ما تروحوش بعيد شويه ونرجع لكم. ولينا لكم من جديد مشاهدينا متابعي قنوات التلفزيون الجزائري دائما في برنامجكم البنا في التحويسه في موسمها الثاني. اليوم رانا في ولايه تمن راست ورانا في هذا المكان الجميل اللي حاولنا انه نعرفوا باحد الاطباق الشعبيه والتقليديه المعروفه هنايا في ولايه تمن راست. الطبق تاع اليوم هو العصيده كما شفتوا درناها مع حليمه اللي رافقتنا في هذا العاده تاع اليوم. حليمه الله يعطيك الصحه وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه. هذا هو الطبق تاعنا. هذا هو ان شاء الله. هذا هو الطبق تاعنا، وطبق على غير العديد من الاطباق الاخرى كما كنا نقولوا في البدايه تاع البرنامج، هو طبق تقليدي يديره تقريبا كل عائلات في تمن راست، وطبق يومي يديره بشكل يومي، معناتها ماهوش خاص بالمناسبات والاعياد فقط. لا. ها؟ لا. يديره في الفطور في العشاء. في الفطور في العشاء في. ولكن انت تكلمتي لي قبيله على حاجه مهمه قبل ما نكتشفوا الطبق تاعنا والتفاصيل تاعه، تكلمتي انه تقدروا ديروه باللبن ولا بالحليب. ايوه. كان اللي يبغي ياكلوا بالحليب برك. سقي بالحليب وكل. بالحليب، الحليب صحامي مغليناه. حليب مش ولا حليب رايب. بالرايب. الرايب. ايه بالرايب. واليوم انت ما درتيهناش بالحليب، باش درتيه لنا؟ درته لكم اليوم بالمرقة. بالمرقة. مرقة واش درتي فيها المقادير تقريبا باش نذكر فيها اللحم تاعنا؟ ذكريهم. درت فيها اللحم. ايه. بصلة شوية. شوية كالتوابل. التوابل، التوابل واش درتي؟ درت ثوم، قصبر وكمون. هادو لازم يكونوا حاضرين. هادو لازم يكونوا حاضرين. بصح ختمتيها بحاجه واحده اخرى، درتي شتي؟ درتي اللحم. اللحم. اللحم الغنمي. الغنمي. ورينا نشوفوا غير هاي المرقه تاعنا راهي جاهزه. ها هي المرقه تاعنا. وهذا هو العصيده. العصيده، العصيده تجي ما تجيش كيما الطعام، تجي كتله. تجي كتله. هذا العصيده تاعنا، هذا اللحم. تجي فيها الزبده حليمه ولا ما تجيش فيها؟ والو. والو. كاين اللي يحب الدهن يديروا لها. الدهان تاع الدهان. الدهان تاع الغنمي. الدهان تاع الغنمي. ماشي تاع البقري ولا ما كانش؟ لا ما كانش. ما كانش هنا، احنا عندنا الغنمي وخلاص. تقدر ديريها بال، تقولوا له هنا المخلول ولا لحم الابل؟ تقدر تصيدي؟ تقدر تقدر. اللحم اللي بغيت ديروا لها نورمال. وهكذا هذه راهي واجده هكذا. تقريبا هذه هي العصيده تاعنا. هذه واجده راهي. انا لما سمعت العصيده اول مره حسبتها كيما الحسوة و... العصيدة هذه اللي راهي يشوف فيها الآن في البرنامج هي ما كانتش هكا في البداية، كيفاش كانت؟ نذكرهم فقط. كانت عبارة عن دقيق. دقيق مرحي. مرحي. واش فيه كامل؟ وفيه العدس. إيه.
فيه العدس وفيه عدس مطحون. مطحون صح، كلشي نطحنوا مع بعض. العدس والجلبانه والشعير والقمح وخلاص. بزاف. تقدر تزيدي حاجات واحد اخرين؟ تقدر. وهذا العائلات ولا الجزائريه ولا حتى هنا يقدروا يروحوا المحل يشروه ولا يجهزوه في الدار؟ لازم يجهزوه في الدار، ما تلقاش في المحل. وكيفاش انا باغي نشري؟ كيفاش ما نقدرش نوجدوا لك؟ كيجي راح نوجدوا لك. ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله. هذه العسيده تاعنا، ندوق منها انا شويه. ندوق منها بسم الله. عندك واحد السيده اليوم في بالمرقه ياك؟ بالمرقه ياك. بسم الله. واش رايك؟ بنينه وحاره شويه صح؟ فيها شويه حار، فيها شويه عالي، فيها شويه حار وراه فيها، تحس باللي انها مكونه فيها بزاف مكونات تاع ماشي سميد ولا حاجه، لانه اللي كي تشوفها والو السميد ما فيهاش. ما فيهاش، ما فيهاش خلاص، كلها طبيعه على طبيعه، طبيعه في طبيعي. وصحي هذا؟ وصحيه ثاني. مثلا اللي يعانوا من الاستوما ولا اللي يعانوا من الناس اللي تعاني من فقر الدم، هذه صالحه ليه. هذه العدس يا اخي فيه نسبه الحديد عاليه صح، والاخر والشعير، الشعير يداوينا السكر يا اخي لانه سكر. الله يبارك. إيه؟ هذه معلومه خصوصا الناس اللي تعاني من فقر الدم. ايوه، هذه الاكله تساعدهم، تساعدهم مليح، تساعدهم لانها مكونه من العديد من البقوليات، العدس فيها بزاف امور. انا واش نقول لك حليمه، الله يعطيك الصحه، وانتم مشاهدينا يعطيكم الصحه وشكرا لكم على المتابعه. في هذا البرنامج بنا في تحويسه في ثاني موسم لها، من البدايه الى النهايه، من التحويسه الى غايه الطبق هذا العصيده اللي اكتشفناه وتذوقناه مع بعض مع حليمه في ولايه تمنراس. راس سدا. واش نقول لكم، دائما 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 بلادنا زينه وكبيره، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وحتى من الشرق الى الغرب، فيها بزاف مناطق شابه وفيها عادات وتقاليد يجب ان تعرفوا عليها ان شاء الله ونكتشفوها